يلا بس هاي هاي كله. النهارده عايزين نعمل ريفيجن مع طلبة جريد 5. طب هو اصلا جريد 5 هيدرس ايه السنه دي عشان تعمل له ريفيجن؟ احنا هنطلع من حاجات خدناها في جريد 4 اسمها ابروكسيميت. يعني يا مستر، يعني انا مثلا بروح ابص على باترينا الاقي الراجل حاطط لي البرايز مش عارف 29 بوينت مش عارف ايه ده. هو الناس في الشارع بيعرفوا ازاي يعمل ابروكسيميت؟ اه، حتى لو مش عارف ان احنا بنعمل ابروكسيميت. طب الاول يا مستر عشان نعمل الابروكسيميت، اول حاجه احنا عندي الساين بتاعتها دي، يبقى السيمبل ده، السيمبل ده سواء مديني الاندرلاين او لا، ده ريد ابروكسيميت. طيب انت عايز تعمل ايه قبل ما ابدا البروكسيميت؟ لازم الاول حبيبي تبقى عارف البليس فاليو. يعني ايه مع بعض كده؟ لو انا كتبت 1، ال1 ده البليس فاليو بتاعه ايه؟ يونت. اكسلنت. تنس. ال2 تنس. ها 100. اكسلنت. 1000. ها 10000. تيجي نلعب بقى شويه. بص بقى يا عمو، طب لو انا حطيت البوينت بالشكل ده، ستوب. الله، هل يا مستر ينفع الراجل ده ارجع اقول عليه يونت؟ لا اكيد لا. لا ليه؟ لان انا دلوقتي بقى على اون ذا رايت اوف ذا بوينت، فهياخد نيم جديد. فال 3 دي كول نسميها ايه؟ تنسز. تنسز. طب وال 2 دي يا مستر؟ 100. وال1 ده يا مستر؟ 1000. نرجع بقى هنا. طب ادينا هنروح على الليفت يا فور. انا اقول لك انت البليس فاليو بتاعك ايه؟ يونت. الله عليكم. وال5 100. ايوه. ولو كمان كتبت هنا 6 100. جميل. طب يا مستر ادينا رجعنا، تعالى بقى نسال سؤال وحاجه كده لذيذه بس اهدى عليا. لو انا عملت كده 21 وجيت قلت لك عايز اعمل ابروكسيميت تو ذا نيرست 10 يا مستر، تو ذا نيرست 10. بص يا حبيبي، اللي هنقوله دلوقتي هنطبقه على كل الاكسرسايز اللي هنشتغله. عشان اقول لك اعمل لي ابروكسيميت تو ذا نيرست 10، حضرتك اول حاجه تعملها تروح على البليس فاليو بتاع ال 10. فين يا مستر؟ ال 2. اعمل لها حته اندرلاين وهتفضل قاعده مستنيه. هنروح على الرايت ديجيت. الرايت ديجيت ده هنساله لو كان اف ايكوال 5 اور مور 5. جيت وان اند. الله عليك. هيروح الراجل ده مستنيه فيديله جيف 1. طب بعد ما يديله هيقول له باي باي وبوت زيرو. مش فاهم يا مستر كلامك. ثانيه يا حبيب قلبي، احنا بنقول اف. اهدوا بس عليا، اهدوا، انتوا زي الفل، انا موافق. طب يا مستر ال1 ده لسه، يبقى احنا عندنا تو ستيبس. اول حاجه او تو كيسز، يا اما يبقى الديجيت ده ايكوال 5 اور مور، او يا مستر يبقى ليس 5. يبقى هنا ادي الليس وهنا دي اقول عليها مور. فاحنا قلنا الديجيت اللي هو اون ذا رايت لو كان مور 5 اور ايكوال جيف 1. طب يا مستر لو كان ليس مش هيديله حاجه. كانسل. هنعمل ايه؟ كانسل. يا مستر يبقى هنكنسله. طب وبعدين؟ بوت زيرو. يبقى الابروكسيميت بتاع الراجل ده تو ذا نيرست 10 هيديني كام؟ 20. طب استنى بقى، لو حبيت اهزر معاك وما تتخضش يا مستر، هنشيل الاثنين دول وخلاص. احنا المفروض ان احنا خزننا الكلام ده. بص بقى يا مستر، ريد ذا نمبر 321. ونفس السؤال، عايز اعمل ابروكسيميت تو ذا نيرست 10، هل الراجل ده ياخدني؟ لا، ولا ليا دعوه بيه؟ نروح ندور على مين؟ على البليس فاليو بتاع التنس.